السلام عليكم الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى لكم نهار مبروك يا ربي. اليوم غنشارك معكم اللي شريت من اكشن، ودرت لكم شي لقطات هكذا شويه من تصاور هكذا فيديو، واحد الفيديو قصير من اكشن ما قدرتش نصور حيت كانوا بزاف ديال الناس وما قدرتش نصور. كاينين الناس ما كيبغيوش يقول لك ما تصوريناش ولا شي حاجه وما صورتش وصافي. غنوريكم المشتريات ديالي، ماشي بزاف يعني، غير قلال. الاول غنشارك معكم هاد البلاطويات هكذا ديال داروا بحال هكذا ديال المرايا هكذا، صراحه زوينين، عندهم هكذا لديتات، جوج لديتات، عندهم هنايا رجيلات، ربعه ديال الرجيلات هكذا. راني كنت شريت من قبل وكنت شارك معكم بزاف هذه، واحد الفيديو واحد بعد السينيات كبارين هكذا مدورين نفس النقشه، ودابا لقيت هادو بزاف كانوا هناك بزاف، واليوم شريتهم وقلت لهم غنشري بحال هاد النقشه، شريت هكذا جوج زوينين الحلوه ولا المقبلات هكذا ولا الديكور ولا يعني تيصلحوا لاي حاجه، ولا ديري فيهم البارفا ديالك ولا ديري فيهم اي حاجه بغيتي انتيا غديريها فيهم. انا شريتهم الحلويات بحال هكذا، وقيلا 5 اورو شي حاجه الوحده، 5 اورو الوحده. وشريت هاد الهيدورات المدورين هكذا، حيت عندي واحد هكذا ميسه صغيره وغنديرهم عليها ديال الديكور، شريت جوج هاد اللون، كانوا شريتهم طوالين في اللون المارون اللون القهوي، دابا بدلت درت هاد اللون جوج. وشريت هاد الشميعات، غنشارك معكم الديكور ديالها فين غنديرهم، اكتب في هاد اللون، اللون يعني فيهم واحد ريحه زوينه بحال الماء بحال اللون رائحه البحر يعني زوينين. 3 فيهم 3. وشريت هاد القرعه، كانوا عندي 3 وزدت منهم وحده، كانوا شريت منهم 3 ودابا زدت حيت خاصني وحده وزدت منهم هذه في هذا اللون الاسود، فيهم النقرة فيهم هذا اللون ديال النقرة وفيهم اللون الاسود. انا عندي في الكوزينة ديالي اللون الاسود ودرت هذه اللون الاسود، اورو شي حاجه اورو 29. وشريت هذا ديال الكولور ديال الذهبي، غن البخاخ يعني كتلوني به كتصبغي به، عندي شي حوايج هنايا غنصبغ بهم. كنت شريت وحده وصبغت بهم شي حوايج عندي هنا وتقادت ليا، وشريت هادي عاود اللون الذهبي. صافي شريت هاد الفولي ديال الكوزينه جوج، وشريت هاد البخاخ ديال الكوزينة عاود ديال الفران والمخنتروم، هذا زوين الصراحه زوين بزاف. وشريت الميكا ديال الفريكو، يعني غنشارك معكم كل شيء اللي شريت، ودست من الحانوت ديال تركي وشريت التوابل، الفلفل الاحمر والمسحوق ديال الكيري، وشريت المسحوق ديال كيري ماسالا، ما عرفت كيري مازالا يعني التوابل ديال هاد كيري، كنت كنشريه من السوق من روتردام،
ولكن هذاك ما بقاش، ولقيته هنا عند واحد التركي وشريته منه، وشريت هذا كسكس كراودة، التوابل ديال الكسكس فيهم سميتو، فيهم حتى راس الحانوت زوينين، كنت شريت منه وست منه بجوج اورو ب99. وشريت هذا الحليب المجفف، غندير به شي حاجه، غنشارك معكم، غندير به واحد الفلا، غنشارك معكم ان شاء الله اللي غندير. صافي البنات، غنوصل حتى لهنايا، نقطعوا الفيديو حتى لهنايا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذه المشتريات اللي درت، ونخليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله، حتى مره اخرى. يلا السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله ديروا لايك وديروا اشتراك وتدعموني بلي لايك ديالكم. يلا هالبنات، يلا بسلام عليكم ونهاركم مبارك.